تحسيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية. يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها طلبة الأكاديمية أثناء تنفيذهم طابور اللياقة، وأشاد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس. سلام عليكم. سعيد ان انا التقي بكم النهاردة واتكلم معكم شوية. انا عارف ان الاختبارات النهائية للكلية او للأكاديمية خلصت بالكامل، واتصور ان احنا الوقت بنستعد لحاجتين في وقت واحد: تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية ومن الكليات العسكرية بالكامل، وايضا استقبال دفعة جديدة من الطلبة الجدد ان شاء الله. الحقيقة بالمتابعة مع يعني القادة في القوات المسلحة ومع مدير الأكاديمية، أنا بطمئن دايما عليكم، وحتى من خلال الزيارة والالتقاء بيكم والحديث معكم بيزداد كل يوم تقديري للجهد المبذول وللإعداد الكبير اللي احنا أو اللي بتقوم به الأكاديمية دلوقتي في فترة بنعتبرها فترة مهمة جدا، واحنا في كل يوم في تطوير مستمر. وبالمناسبة النقطة اللي أنا بقولها ديت إن إحنا نبقى دايما في تطوير مستمر، ده الحال أو ده سنن الدنيا، واللي يتوقف عند حال معين أو عند موقف معين أو عند تطور معين، التطور ده هيبقى ناجح لفترة ثم هتتجاوزه الأحداث بعد كده. وبالتالي زي ما بقول كده إن إحنا محتاجين دايما، وأنا بقول لكم الكلام ده وأنتم يمكن يعني سواء كان الطلبة اللي هيتخرجوا أو الطلبة اللي موجودين دلوقتي، تبقى النقطة دي واضحة بالنسبة لهم: إحنا في تطور مستمر، هو ده حال البشرية وده حال الناس. مهم أوي إن أنا برضو أطمنكم على حالنا، وأنا يمكن كنت في السلوم من كام يوم، والمهم فيها إن أنا بأكده معاكم دايما إن إحنا لم نتوقف أبدا عن العمل. وزي ما قلت هناك وبقول لكم برضو، احنا في عمل مستمر على كل قطعة أو كل شبر من أراضي مصر. طيب الأزمة اللي كل الناس متحسبة منها وكل الناس قلقانة منها، عدت علينا أزمات كتير في مصر، وبالجهد وبالمثابرة كانت هذه الأزمات بنعبرها إن شاء الله. والأزمة اللي أنا بتكلم فيها دي برضو الأزمة الاقتصادية اللي احنا بقالنا دلوقتي بنعاني منها، وزي ما قلت كده برضو ان احنا مش كنا سبب فيها كظروف عالم، يعني سواء كوفيد 19 موقف الدنيا كلها بالكامل وكان ليه تأثير سلبي قوي على الاقتصاد العالمي واحنا مرتبطين بيه بشكل او باخر، او الأزمة الروسية الأوكرانية وبرضو وتأثيرها على الأسعار وكده. مهم قوي ان انا ايه اللي يهمنا في الموضوع، ان احنا بنقول رغم الازمة الكبيرة ديت ورغم ارتفاع الاسعار بتاعت السلع الاساسية، حتى مع الجهد اللي احنا بنبذله، يمكن انتم خلال شهور قليلة ان شاء الله هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الاراضي الزراعية، سواء كان في الدلتا الجديدة او في توشكا او في شرق العوينات، احنا بنتكلم على اكتر من يعني لو مجموع الاراضي دي كلها حتى في سيناء كمان، لو حطينا مجموع الاراضي دي اكتر من 3 مليون فدان مع الريف المصري كمان، يعني احنا بنتكلم في كمية ضخمة جدا. عمل وجهد وحجم اراضي عشان تعمل انتاج زراعي غير مسبوق في فترة زمنية مش كبيرة قوي. طب حتى مع ده
هنبقى احنا محتاجين يبقى عندنا استيراد لسلع اساسيه زي القمح والذره وزيت الطعام، ايوه بكميات كبيره اكيد، ان احنا على الاقل بنتكلم في 18 19 ويمكن نوصل ل 20 مليون طن قمح حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنه الواحده. حتى لو احنا انتجنا نصه هنبقى محتاجين نجيب 50% من خارج مصر، وبالتالي ايضا احنا بنستهلك منه وبنستورد منه كميات كبيره. عشان الناس تبقى شايفه ليه احنا الاسعار زادت علينا. زيت الطعام احنا بنستورد اكتر من 90% من استهلاكنا. بالمناسبه كل اللي انا بتكلم فيه ده احنا بنستورده بالعمله الحره وبنبيعه للناس بالجنيه المصري، ويبقى بالتالي مطلوب ان احنا ندبر دايما عمله تكفي كل مطالبنا ومستلزمات الانتاج وحاجات كتير قوي. احنا بنتكلم على ارقام كبيره قوي. نتوقف قدام مش الارقام ديت، لكن نتوقف قدام الظروف اللي بتمر بالعالم وبينا واحنا بنتاثرين بيها، لكن احنا متوقفين؟ لا. طب احنا في حاجه تقلقنا على ان يبقى في يعني ازمه في المواد اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ لا طبعا، احنا عاملين حسابنا دايما ان يبقى في يعني من 5 لـ 6 شهر احتياطي من السلع دي كلها بالكامل، عشان تبقى دايما عندنا فرصة ان احنا نجابه اي ظرف. نفس الكلام على الوقود، احنا بنتكلم في 10 مليون سيارة بتتحرك كل يوم على امتداد الجمهورية بالكامل، انت محتاج ايضا تجيب لها الوقود اللازم ليهم، وبرضو انت جزء كبير من ده انت بتستورده من الخارج. يتوقع موضوع محطات الكهرباء، تصوروا ان انتم محتاجين في اليوم 18000 طن مازوت عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان توفر الطاقة في ظروف درجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال الايام اللي فاتت، ويمكن برضو هتبقى معانا شوية كده. انا بتكلم يعني اكتر من 500000 طن مازوت في الشهر، ثمنهم تقريبا يعني 300 350 مليون دولار. ده غير الغاز اللي احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي. يعني لو ما كانش الانتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا احنا هنبقى يعني في ازمه كبيره قوي الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. انا بس حبيت ان انا اطمنكم واقول ان احنا قد تكون الاسعار بتاعت السلع مرتفعه، وده امر يعني محل تقدير مننا، والحكومه بتعمل دلوقتي على يعني مجموعه اجراءات تخفف من خلالها من اثار هذه الازمه. يتبقى طبعا الوضع في منطقتنا وفي العالم، وزي ما بقول دايما مصر دايما ليها ثوابت في سياستها، بتتسم دايما بان هي تكون عامل استقرار في محيطها كالعاده، ودي مش انا بس اللي كنت حريص ان انا ادير سياستنا الخارجيه بالطريقه ديت، لكن اتصور ان احنا كان دايما مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال، وما زلنا على كده. لا نتدخل في شؤون الاخرين، ونبقى عامل ايجابي دايما في ايجاد حلول للازمات المختلفه اللي بتمر بمنطقتنا، وهي كتير زي ما انتم شايفين. دول الجوار عندنا، اشقائنا في ليبيا، اشقائنا في السودان، بدون شك الازمات دي ليها تاثير علينا ايضا، لكن احنا بنحاول نكون عامل ايجابي في ايجاد حلول لهذه الازمات. ويمكن انتم كنتم متابعين خلال الفتره اللي فاتت مؤتمر دول الجوار، وكان الهدف منه ان احنا بالتنسيق مع دول جوار السودان ان احنا نوجد مخرج او حل سلمي لهذه الازمه حتى تنتهي معاناه الاشقاء، ويعني تعود السودان مرة تانية. يا رب وفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله. ده تقريبا يعني ملخص الموقف، ودايما بقول اطمئنوا مش عشان احنا موجودين، لا عشان انتم موجودين، وقبلنا كلنا في ربنا موجود، واحنا دايما واحنا بنقول ربنا موجود، ربنا مطلع علينا وشاهد على ان احنا في بلدنا رغم الظروف الصعبة ديت حريصين على ان احنا دايما نعمل ونعمل بجد في كل القطاعات وفي كل المجالات، واحنا مصرين بفضل الله سبحانه وتعالى.
ان موضوع الازمه الاقتصاديه دي نوجد لها حلول نهائيه، ومش هطول عليكم فيها، لكن عايز اقول ان لازم خلال خطه طموحه جدا جدا موضوع الاقتصاد والصناعه ومستلزمات الانتاج وتقليل فاتوره الاستيراد، بان احنا يبقى ليه عندنا بدائل في مصر او انتاج في مصر يغطي مطالب هذه المستلزمات او هذه المنتجات اللي احنا محتاجينها في حياتنا اليومية. لو احنا قلنا ان فاتورتنا في السنة استيرادنا من الخارج اللي محتاجين له عملة حرة، سواء كان من سلع او من مواد بترولية او من مستلزمات مختلفة لتدخل في الصناعة في مصر او ادوية، يعني اللي هو الاحتياجات الضرورية اللي ما نقدرش ابدا مهما عملنا ان احنا نقول ان هي مش اساسية. بنتكلم في رقم كبير قوي. طول ما الرقم الكبير ده احنا مش قادرين نوفره بالعمل وبالتصدير وبتوفير بدايل ليه جوه مصر، احنا هنبقى بنعاني. وانا بقولها لكم بمنتهى الصراحة، لازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه. ولما بتكلم على انتاج زراعي لثلاثة اربعة مليون فدان، ده رقم كبير قوي عشان يعني يقلل جزء من فاتورة استيراد السلع الغذائية. فمهما حتى كان انتاجنا الزراعي، اللي انا بقول بكل تواضع يعني ان احنا خلال سنة كمان بالكتير يعني هنكون دخلنا على خريطة سين اكتر من 450 الف فدان، وفي الدلتا حوالي 2 مليون فدان تقريبا، وتوشكا وشارع الاعانات زي يعني حوالي مليون كمان، ومناطق اخرى بني سويف والمنيا حوالي 60 الف فدان، كومومبا حوالي 150 الف فدان. كل ده يعني ما حد يسمعه يقول يعني كل الارقام اللي انت بتقولها بالاضافه للي كان موجود قبل كده ولسه لسه، لان احنا ما شاء الله يعني 105 مليون وفي 9 مليون موجودين معانا كمان محتاجين ان حاجتهم تبقى موجوده هنا في مصر. مش عايز اطيل عليكم عشان ما اخدش وقت الطابور منكم. سعيد باللي انا بسمعه وسعيد باللي انا بشوفه، وربنا يوفقكم. وانا قلت لكم قبل كده وبقولها دلوقتي ان الاكاديميه ما بقاش دورها فقط ان هي تقوم بتاهيل واعداد طلبه الكليات العسكريه، لكن هي بتقوم ايضا بدور، وانا باكده هنا، بدور في اعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدوله المختلفه. الناس اللي تتولى وظائف تبقى مسؤوله وتبقى مجتهده وتبقى امينه وتبقى مخلصه. فاحنا بنحاول ان احنا نساهم مساهمه في اعداد وتاهيل الكوادر ديت لمده 6 شهور مثلا، وبعد كده نشوف النتائج ديت هتبقى عامله ازاي. هل فعلا المسار ده بيحقق اللي احنا عايزينه؟ وفعلا بيبقى الاعداد والتاهيل اللي احنا عملناه جيد ولا محتاجين نضيف عليه حاجه؟ مره تانية كل سنه وانتم طيبين، والناس اللي هتتخرج بهنيهم مبدئيا كده يعني، وان شاء الله الدفعه الجديده تدخل الكليه او تدخل الاكاديميه بالتوفيق كله. انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق، وربنا دايما يحفظكم ويحفظ مصر. شكرا جزيلا. سلام عليكم. كما تفقد عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على ميادين الفروسية. مستوى الإعداد والتأهيل الخاص بالدورات المدنية لمختلف الوزارات، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. صباح الخير. أنا بصراحة يعني قلت أتكلم معاكم شوية وعايز أسمع منكم، ولما عايز أسمع منكم يعني عايز تعليق وعايز رأي،
وعايز مقترح. احنا بقالنا فترة هنا موجودين وانتوا شايفين البرنامج اللي معمول من كل شيء، يعني عشتوه، فأكيد ليكوا رؤية وليكوا تقييم ليه. عايز اسمع منكم لو في حد من حضراتكم كده عايزين تتكلم، اتفضلي. تمام يا فندم. هانم بسيوني محمود عبد الله، قيادة تربوية. البرنامج أكثر من رائع يا فندم، وبحب أشكر حضرتك على المسعى ليه، لأن بصراحة اتنظمت فيه الساعة البيولوجية بتاعتنا، من النوم، من الاستيقاظ، من وجباتنا، كمان الغذاء الصحي المتوازن. احنا كمعلمات عندنا انضباط، لكن ما كناش نعرف الانضباط بالوقت. اتعلمنا هنا يا فندم فن إدارة الوقت. كمان يا فندم اتعرضنا لزيارات متنوعة استفدنا منها كتير جدا، فأنا بشكر حضرتك وبشكر كل القائمين عليه. شكرا يا فندم. ابتسام عبده حسنين، دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي. كنت بستسمع حضرتك يا فندم ان انا اقدم مقترح. اتفضل. هو المقترح يا فندم، نظرا لما يحدث اليوم او علاقة وسائل التواصل الاجتماعي بالأمن القومي، ونظرا لجلوس اولادنا لفترات طويلة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، فبقترح يا فندم ان احنا نفتح كل مدارس التعليم الفني في فترة الاجازة الصيفية لتعليم اولادنا المهارات والحرف المختلفة، وده يكون زي مراكز تدريب ليهم، طبعا فيها الورش الفنية وفيها المتخصصين، وهيطلع منهم انتاج وابداع وابتكار، ونفتح منافذ بيع في نفس المدارس لبيع تلك المنتجات، وممكن نعمل كمان شراكة مع الجامعة في تدريب هؤلاء الأطفال، وبالتالي هنشغل أولادنا في حاجات مفيدة بدلا من وسائل التواصل الاجتماعي. أنا بشكرك على المقترح ده يا أستاذة ابتسام، ومن فضلك يعني حضرتك وأتصور يعني مجموعة عمل من زميلاتك اللي هم مهتمين بالمجال أو بيعملوا في المجال، ادرسوا الموضوع كويس ونشوف حتى احنا ممكن نعمله على نموذج أو اتنين. مش عايز اقول ان احنا ناخد موضوع بالحجم ده كله وبالمساحه دي كلها، لان في تفاصيل موجوده في اي موضوع بنتكلم فيه، انتوا لما هتدرسوها مع بعضكم المهتمين والمعنيين في الموضوع هتبص لان في حاجات معينه موجوده في المدارس ديت وفي الاجازات اللي موجوده وفي الانشطه اللي كانت بتتعمل طول السنه، وبالتالي لما نيجي نقول نعمل نموذج او اتنين او حتى ثلاثه في محافظات مختلفه على مدارس الفنية أو التجارية أو غيره يعني، ونشوف النتيجة بتاعتها، لو لقينا إن إحنا نجحنا أو محتاجين نطور فيها عشان نكمل نجحنا فيها هنعمم يعني. لكن عايز أقول لك على حاجة وليكم كلكم، اسمعوا، موضوع التواصل الاجتماعي مش المدرسة بس، ده المدرسة والمجتمع البيت يعني، فهو دي حالة موجودة مش عندنا بس في مصر، يمكن تكون في مصر مبالغ فيها شوية، لكن هي في الدنيا كلها، واحنا محتاجين ازاي ننظمها عشان ناخد الخير اللي فيها الفايده اللي فيها ونتلافى الضرر بتاعها. اتفضلي. رانيا حامد، حامد المحروقي. في البدايه احب اقول ان ليا الفخر والشرف ان احنا اتقابلنا بسيادتك، وبعتقد من وجهه نظري ان احنا حضرتك حطيتنا على بدايه الطريق الصح للتعليم في مصر. طب انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذه رانيا. اتفضلي. احنا لما فكرنا في الموضوع دوت، يعني زي ما الأستاذة ابتسام كان بتتكلم على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، كنا بنتكلم على ان في تأثيرات كتير حصلت للمجتمعات بتاعتنا في المجتمعات العالم ومنها المجتمع المصري، وكنا مش عارفين يعني ازاي ان احنا يعني نتعامل معها بشكل دي. ففكرنا في الفكرة ديت، قلنا النهاردة لو جينا وادينا فرصة لفترة زمنية نقدم فيها جرعة مكثفة من كل شيء للقائمين بعمل زي اللي موجود في التعليم، التعليم هو أهم حاجة في الدنيا وده صحيح. طب احنا ترى نجهز نفسينا ازاي كمدارس وكمعلمين ومعلمات؟ انا بتكلم انا مع مدير المدارس، واصريت ان احنا بقية التجربة ان احنا بنقول في مجموعة جديدة احنا خدت نفس الخطوات عدا ان احنا ما جبناهمش هنا.
للدفعة الجديدة من المعلمين والمعلمات، ودي أول تجربة إن إحنا نجيب مدير المدارس الجداد كلهم أو نجيب من الناس اللي موجودة واللي هي اشتغلت في التعليم ونديهم جرعة مكثفة. بالمناسبة أنتوا عارفين كويس إن إحنا الجرعة اللي هنا إحنا ما بنتدخلش في الشق الفني بتاعكم خالص، مش كده برضه؟ الشق الفني أنتوا يعني ده وزارة التربية والتعليم مسؤولة عنه، المفروض بعد ما جينا هنا وقعدنا 6 شهور ونديكم ناس جداد نشوف ثقافة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. أنا متوسم خير قوي في كل اللي موجودين هنا، مش حضراتكم بس، لا تاني غير التعليم. اتفضلي. ليانا أبو الخير، دورة الدبلوماسيين. كنت حابة أستأذن سيادتك لو ممكن أسأل حضرتك سؤال ليه علاقة بالسياسة الخارجية. لو مصر انضمت لتجمع البريكس بالفعل، إزاي هنقدر نوازن بين دورنا في التكتل وعلاقاتنا مع حلفائنا في الغرب وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن التجمع كان ليه دور اقتصادي بالأساس ولكن نتج عنه دور سياسي؟ شوف أنا هقولك على حاجة، ما احنا وانت بتابعتي أو متابعة أكيد يعني اللي احنا ممارستنا خلال 7 سنين اللي فاتوا، احنا بشكل أو بآخر قدرنا نعمل شكل من أشكال التوازن ما بين علاقاتنا مع الشرق والغرب. ولو تابعت الكلمة اللي أنا قلتها في المؤتمر لما رحنا أفريقيا وروسيا، انا قلت ايه، ما تدخلوناش في حاله الاستقطاب الدولي اللي موجوده، لا تدخلونا هنا ولا تدخلونا هنا، لينا علاقات طيبه بالولايات المتحده والغرب ولينا علاقات بالشرق كويسه. لو ربنا وفقنا وقدرنا نمشي فيه بتوازن زي ما احنا ماشيين كده دلوقتي، اذا احنا نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نستمر ونخش التجمع الاقتصادي ده واي تجمعات اخرى بالمناسبه وننجح فيها رغم علاقتنا بالغرب. شوفي، احنا مشكلتنا في مصر مشكلة اقتصادية، ولو احنا قدرنا كدولة وشعب نتجاوز الأزمة ديت ونبقى يعني موقفنا الاقتصادي قوي، ده هيساعدنا كتير في ان احنا نبقى ندير سياسة خارجية كمان افضل من كده. اتفضل. انا هلاء سعيد البلوسي، بنشكر حضرتك على المبادره دي ونتمنى ان احنا ما نكونش 1000 معلم فقط او 1000 قائد، نبقى اكتر، لان اصلا ان العدد قليل قوي بالنسبه لمحافظات مصر فلازم يبقى العدد اكتر من كده. بس انا كان ليا مقترح ان احنا نعمل شراكه مع المدارس الفنيه والتجاريه، لان احنا الطالب بتاع ثالثه ثانوي ينزل يعمل لنا صيانه في المدارس، لان حضرتك عارف تكلفه الصيانه بتبقى عاليه جدا في الموازنه بتاعه الدوله كل سنه. بنشكر سيادتك على المبادره الجميله دي. طب انا بس عايز اقول لك علشان برضو ان احنا يبقى استفدنا قوي من وقفتنا مع بعضنا كده، من فضلكم طالما ان انتم ليكم افكار عايزين تناقشوها، خلوا يعني شكلوا من كل فكره مجموعة عمل تشتغل عليها وتبحث الموضوع بشكل متكامل يعني، وبعد ما توصلوا لتصور للمقترح ده ابعته لي، هيكون محل تقدير. انا محتاج ده يعني، انا كدولة محتاجين ان احنا دايما يبقى في عندنا افكار، الافكار دي تقدر تحشد طاقتنا وجهودنا وتبقى ليها مردود ايجابي. انا سعيد بلقائكم وسعيد بالكلام اللي حضراتكم قلتوه يعني، واتمنى لكم التوفيق. وزي ما انت قلت دي تجربه، بس صدقيني الاجر الوطني والاجر مع ربنا لاي جهد هتعمليه للبناء والاصلاح، تصوري انك انت بتخرجي طفل او طفله او شاب وشابه يبقى ناجح جدا في المجتمع اخلاقيا ودينيا وعلميا وكل حاجه. مرة ثانية أنا سعيد بلقائكم وأتمنى لكم التوفيق وكل سنة وأنتم طيبين، متشكر جدا، شكرا جزيلا. كما التقى بعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ كلامي بأن أنا أوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام والإعجاب، وكمان بانيكم وبتمنى لكم كل التوفيق. انتم شباب، الدنيا كلها قدامكم، ربنا يديكم الصحة ويحفظكم ويحميكم، ربنا يمد في عمركم
العمر كله قدامكم. واحنا هنا في الأكاديمية حرصنا على ان احنا لكل اللي موجودين كل القطاعات ان احنا نقدم لهم افضل ما عندنا في كل شيء. انتوا جاهزين؟ متعلمين كويس؟ عشتوا فترة طالت او قصرت واستفدتم منها اكيد. فطب انتوا جاهزين لبكرة بتاعكم؟ برضو اكيد. وده كلام مش بقوله عشان افرحكم او يعني اقول كلام معنوي، لا لا، دي حقيقة. وكل جهدنا وزيارتنا ليكم هو كان الهدف منها دايما من اول الانتقاء والاختيار لغاية التأهيل والجدية فيه، الهدف منها ان هي يبقى برامج التعليم اللي موجودة فيها اكثر تطورا من اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. حاولنا في خلال المدة دي يعني نكون ايجابيين معاكم ونساهم في بناء شخصية متوازنة الى حد كبير. موفقين ومبروك مقدما، وان شاء الله الحفلة بتاعتكم نبقى لو كنا من اهل الدنيا نشوفها ونسعد بتخرجكم واسركم تسعد بتخرجكم. اي سؤال بقى؟ ايمان عادل محمود، دورة اولى معلمين. احنا يمكن فينا كتير كان بيعمل ممارسات غير مقصودة واهداف قصيرة المدى عشوائية بعض الاحيان متباعدة عن بعضها ومش مكملين بعض، لكن بجد بعد ما جينا ودرسنا كتير من المواد اللي درسناها نظري وارسخت مبادئها تطبيقات عملية شفناها من القيادة المؤسسية في ضبط السلوك او احنا عندنا الانضباط، لكن هو زاد فاعلية وقدرة مواعيد صحيان. لكن الحكاية في ان لا، احنا في مفاهيم ما كانتش عندنا راسخه زي قدره دي انا كنت مفكراها عن نفسي ان انا اقدر اعمل، طلعت قدره لا مش ما اقدر اعمل، قدره يعني مجهود، يعني فريق عمل، يعني اقتصاد او استثمار او بدائل انا المفروض اوفرها وادرسها، يعني دراسه للماضي والحاضر وتنبؤ بالتحديات اللي انا هيتم مواجهتها، قدره قائد. كلمه قائد يعني مش مدير بيقعد على المكتب ويدي اوامر، قائد يعني مؤثر، يعني ملهم. مع كلمة مؤثر هو التأثير سلبي وإيجابي، هو في قائد ما يبقاش مؤثر إيجابي خالص، لكن هو لازم يبقى قدوة زي ما حضرتك قلت، أنا استلهمت كلامي من حضرتك. هو القائد يعني هو لما هيقول أعمله هو هيفضل طول النهار يتنقل بين الأدوار عشان يتابع لطلبه، هو القائد اللي هيفعل كل نشاط في الكتاب ومش هيبقى نشاط يتكتب في دفتر تحضير المدرس، هو هيعمله هيوفر له ده، هيساعده لأنه عارف أنه ما عندوش وأنه لو طلب منه وسابه المفروض هيحط من جيبه، هو هيوفر له بدائل لده. هو يعني كده قائد يفضل معاه من الاول للاخر، يحط هدف طويل المدى يسعى طول الوقت لتحقيقه ويتابعه، يدرس من تجارب اللي فاتوا من كل الناس اللي مروا عليه ويبني عليها ويضيف ليها ويحذف منها ممارسات خطا او صح. هو ده دور القائد، وهو القدره ان انت توفر له كل اللي هو محتاجه وتحفزه وتقول له برافو، سواء لطالب او لمعلم، سواء في الجانب الرياضي اللي انت ما بتعملوش، هو الولد خد بطوله بره بس انا هكافئه، سواء في الجانب الفني اللي انت هتجيب له بدائل بسيطه او تقول له اعمل ريسايكل او ريوز، اعمل للخامات البيئه وتصالحه على بيئته ومجتمعه، على ولي امره وتسخي فيه قيم وممارسات، تقول له احترم بابا، واجيب له في اي مناسبه حد من بره كبير في السن اطفى او عمل ممارسه كويسه واقول له هو ده اللي انا كنت بقول لك احترمه، هعمل قدامه هحترم المدرس الكبير عندي في السن حتى لو عمل حاجه غلط هوجهه بطريقه لائقه، لان انا مش هقول له كلام وانا بعمل غيره. هو ده القائد وازاي يوفر قدره. بجد انا استفدت جدا من المحتوى اللي خدناه والتطبيقات العمليه اللي اتمارست، شفت قدره المؤسسه لما تعوز تعمل حاجه في وقت قليل بتعمل ايه وبتتصرف ازاي. ده كله أطفى فينا جوانا حاجات كتير قوي. فبقول لحضرتك لا اطمن، احنا مش بعاد قوي نعد ان نؤدي واجبنا بشرف لحماية الوطن. شكرا. شكرا جزيلا. وكلام اللي انت قلتيه ايمان كلام يسعدني قوي، ان ده الروح اللي موجودة عندكم، وان شاء الله ان شاء الله تنعكس على البرامج اللي انتوا هتشتغلوا بيها. فانت لما تيجي تعملي في مدرستك اللي انت بتقولي عليه ده، انت هتجد زمايلك المدرسين والمدرسات ابناء او بناتهم موجودين عندك في المدرسه، هتجدي دعم وتقدير يخليكي تعملي قد ده مره واثنين وعشر. لا دي هتبقى رساله كبيره جدا، انت يومك هيبقى يوم شيك وجميل ورائع، وهتروحي البيت بطاقه كلها خير لو عملت كده. طيب اتفضلي. هبه علي زيادي، دوره القياده التربويه والامن القومي. أتقدم باقتراح لإنشاء منصة إلكترونية
تكون بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم لصالح الطلاب الرياضيين في مصر، تمكن الطلاب من أداء اختباراتهم التعليمية بشكل أونلاين بشكل يتوافق مع مواعيد البطولات بتاعتهم، وبكده ممكن كمان نفعل التعليم الهجين. حاضر، الموضوع ده ندرسه مع بين وزارة الشباب والرياضة وبين وزارة التربية والتعليم ونشوف ايه اللي ممكن نتعمل فيه. شكرا. متشكر يا هبة. طالب مقاتل محمد عيسى احمد ديني، دورة رقم 1 تربية وتعليم. تمام يا فندم، انا بستأذن سيادتك في اطلاق مبادرة تتظافر فيها جهود وزارة التربية والتعليم والاعلام لانتاج بعض الافلام الوثائقية الكرتونية القصيرة التي تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف منها ان احنا ننشر القيم والاخلاق وترسيخ مبادئ الدولة المصرية. انا بشكرك يا محمد على المقترح ده. اللي انا عايز اقول ان الادب والقيم بالمعايشة، المدرسة بتعمل جزء والاعلام بيعمل جزء والاسرة بتعمل جزء، الوعاظ في المساجد والرهبان في الكنائس بيتكلموا على القيم والاخلاق في كل مناسبة من المناسبات. شكرا محمد، فضل. فاطمة زهراء أحمد أنور من دورة الدبلوماسيين. انطلاقا من أهمية الدائرة المتوسطية في السياسة الخارجية المصرية، هناك العديد من المبادرات التي قام بها مصر مثل منظمة غاز شرق المتوسط ومد خطوط كابلات كهربائية والتصدير الغاز المسال لدول شمال المتوسط، بالإضافة إلى آلية التعاون الثلاثي مع دولتي اليونان وقبرص ووجود علاقات ممتازة مع دول شمال المتوسط. ما رؤية الدولة المصرية في البناء على هذه الجهود لتعزيز الارتقاء بالعلاقات بين الدول مع مصر مع دول شمال المتوسط ولتعزيز التكامل الإقليمي؟ شكرا. والله يا فاطمة، أنت وأنت بتحكي وتقدمي الموضوع أنت تقريبا جاوبت عليه، لكن خليني أكمل لك. أنت قلتي منتدى شرق المتوسط وكده، وده اللي احنا عملناه هنا في مصر، وكان الهدف منه ان احنا نعمل تجمع يتيح لنا ان احنا يعني نبقى هب لموضوع الغاز ده. ودلوقتي بنتكلم عشان نبقى برضو في مجال الطاقة الجديدة المتجددة، الهيدروجين الاخضر وكلام من هذا القبيل، الربط الكهربائي مع اليونان. احنا شغالين في ده مش بس مع اليونان، لا حتى مع الايطاليين، ان احنا نعمل ربط كهربائي معاهم. طب الغاز المسال، احنا عندنا محطات غاز مسال في ايدكو مريوت، احنا كل الغاز اللي موجود عندنا بيتم تصديره للدول اللي هي محتاجاها. انا بتكلم هنا على دول الشمال. طب هل في فرصة لتعاون اكتر من كده؟ هو الهيدروجين الاخضر هو الفرصة اللي موجودة دلوقتي، ان احنا نوفر عندنا اراضي شاسعة جدا جدا ممكن تولد طاقة شمسية وطاقة رياح، والطاقة دي يتم طاقة خضراء يعني ممكن يتم توليد بيها الهيدروجين، والهيدروجين يتم نقله إلى أوروبا أو إلى الدول اللي هي عايزة هذه الطاقة يعني بالطريقة دي. ده المستقبل اللي ممكن مصر تحط اسمها فيه، فاحنا ماشيين في المجال ده بشكل كويس يعني. تفضل. طالب مقاتل محمود عبد الرحمن محمود وضيف من قوة مدرسة المشاة. سيادتك يا فندم، أنا كنت مبعوث لدولة بريطانيا الأكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية لمدة سنة، في ولسه راجع. أول ما رجعت رحت لزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية الجديدة، وجدت تطابق ما بين الأكاديميتين كبير قوي، ووجدت كمان مدى إتاحة من تغذية ورياضة في الأكاديمية الجديدة سيادتك فندم ما شفتوش في بريطانيا. ده من الناحية الإدارية. من الناحية التعليمية، ما عرفت أن كل طالب هيبقى ليه كابينة بالكمبيوتر الخاص بيه اللي هيبقى متوفر ليه كل حاجة عليها في سيادتك فندم، بالإضافة للامتحانات هتبقى بالمنظومة، وده نظام قريب جدا من النظام اللي أنا كنت بعصره في إنجلترا سيادتك فندم، وده نظام ناجح جدا جدا وبيوفر مجهود وبيوفر للضابط وللطالب. فأنا كنت لما شفت الحاجات دي في الأكاديمية الجديدة حسيت بفخر كبير قوي، وحبيت اشكر حضرتك على انشاء هذا الصرح العظيم سيادتك. انا اللي بشكرك يا محمود، والحمد لله على السلامه وبالتوفيق ان شاء الله. وانا عايز اقول لك على حاجه، لما جينا نعمل اي حاجه بنيجي نعملها محمود هنا بنحاول ان احنا نستفيد يعني من الاخرين وما يعني ومستوى التطور والتقدم اللي موجود عندهم يعني. ويبقى شيء، احنا عملنا اللي هو المطلوب كبنيه ميكنة كفصول كعنابر يعني كل هي متطلبات اللي ممكن تسهل عملية التعليم. يتبقى الإنسان، لأن لو ده اتعمل وما احنا ما اهتمناش بالإنسان يا محمود كويس وما عملناهوش كويس، وقبل ده نختاره كويس. فضل محمود. عنان إيهاب حسان، وزارة النقل، الهيئة القومية للأنفاق.
في ظل تطور وسائل المواصلات داخل منظومة النقل يا فندم، هل من الممكن تطبيق نظام أو برنامج وعي متكامل للشباب له القدرة على تغيير سلوكيات المواطن تجاه ممتلكات الدولة اللي هي في الأساس ممتلكاته يا فندم، القائمة على خدمته، وتغيير السلوكيات بشكل عام حتى خارج المنظومة يا فندم؟ كل حاجة ممكن طبعا. عناني أنت مهندسة؟ أيوة يا فندم. طيب أهلا بيك. طب تفضلي استريحي، تفضلي. شكرا. طبعا كل حاجة ممكن تتعمل. من ضمن الحاجات اللي ممكن تساهم في تغيير الذوق العام للناس وتصرفاتها يمكن هو جودة الوسيلة. أنا لما بكون واقف وشايف مترو جميل قوي ومحطة جميلة جدا موجودة، في فرصة ان الكلام ده يمشي. عايزة تقارني ما بين القطر اللي كان موجود دلوقتي والمترو اللي كان موجود دلوقتي واللي بنجيبه وبين اللي كان موجود من 15 سنين، وانت تعرف ان احنا المحطات اللي بنعملها ازاي. احنا جددنا كل حاجة يا عنان. وزارة النقل خدت 2 تريليون جنيه، 2000 مليار. مساعد طالب مقاتل محمد عارف نوار من قوة مدرسة حرس الحدود. يا فندم احنا تابعنا القمة الثلاثية اللي أقيمت في العالمين الجديدة وشاهد تشريف سيادتك والرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني لمناقشة القضية الفلسطينية. هو احنا لما عملنا القمة الثلاثية دي كان في إطار مجموعة إبراد من الهدف منها الإبقاء على إن القضية الفلسطينية تبقى حية، فده كان جزء من جهود الدول الثلاثة مصر والأردن وفلسطين للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 67. القضية الأساسية هو إيجاد حل للصراع ده من خلال حل الدولتين جنبا إلى جنب مع توفير الأمن والأمان لكلا البلدين. ده الهدف الأساسي. مساعد أول ممتاز الأكاديمية والكليات العسكرية عبد الرحمن طالع عبد العزيز. بشكر سيادتك على تشريف سيادتك لينا في الكلية الحربية قبل الانتقال للأكاديمية استعدادا لتنفيذ حفلة تخرج الدفعة 117 وما عادلها اللي بوعد سيادتك يا فندم انها تكون على قدر حدث افتتاح الأكاديمية والاحتفال بمرور 50 عام على نصر اكتوبر. شكرا عبد الرحمن. اتفضل. مرة تانية ألف مبروك، ألف مبروك، وربنا يا رب يوفقكم ويفرحكم ونسمع عنكم دايما كل طيب، وخلي بالكم من نفسكم وإن شاء الله تقوموا بدور كبير قوي قوي في المرحلة المهمة قوي اللي احنا عايشينها في مصر. اطمنوا 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 على البلد دي. ليه؟ عشان ربنا موجود. شكرا جزيلا.